هي عطرة هيك من قلب سوريا السويداء، يعني أنا بحيك بنقولها للمملكة الأردنية الجميلة بشعبها بناسها بأهلها، وعلى رأسهم طبعا الملك عبد الله، نتمنى له جلالة الملكة العمر الطويل، وإن شاء الله هيك الدوم عزك يا الأردن، ما شاء الله فيكم. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. من القلب شكرا لكم. شكرا. شرفنا الفنان السوري. شرف لي، الله يخليك. أهلا وسهلا الفنان السوري العربي إيهاب فهد بلان. سأتوقف عند هذا الاسم، وعندما يحمل أو يقرر الإنسان أو الفنان أن يحمل هذا الإرث الكبير، هو فعلا إرث كبير بما قدمه الأستاذ العملاق فهد بلان من هذا التراث، ونقل تراث منطقته إلى كل المنطقة العربية، وتميز جدا وترك هذا الأثر الكبير ما تزال إلى حد الآن، وستبقى خلال برضه العقود القادمة أغاني تكرر وتكرر على مسامع كل الناس. عندما تحمل هذه المسؤولية على ظهرك وتقرر أن تحمل هذا الميراث من الوالد وتنقله برضه إلى الأجيال القادمة، هاي فعلا مسؤولية كتير كبيرة. كيف تشعر الآن وأنت تحمل هذه المسؤولية؟ والصراحة أنا بشوف أنك أنت أدهم ما شاء الله عليك، الله يخليك، بصوتك وحضورك، ولكن حياك الله. ممكن هلأ بصير في تحديات أكبر للإنسان بأن يحمل هذا الموروث الكبير؟ أول شيء يسعد صباحك. صباح الخير. ثاني شيء بالفعل مثل ما حكيت حضرتك، هي مسؤولية كتير كبيرة، أنه لما الإنسان حيلبس هاي العباءة، يعني العباية تبع فنان كان بزمن عمالقة، وأتوقع أنا ما بحب يعني بيحكوا إنه شهادتي مجروحة، ما بقدر أحكي مرحوم والدي يعني. لكن من الصعب إنك تكوني مستمرة مع التغير الزمني والمواكبة لهي يعني المرحلة الفنية اللي هي صارت متنوعة جدا، ما بين الأغاني اللي هي يعني بتشوفيها اليوم غير هذاك الزمن، أكيد مية مية مختلفة جدا، إيقاعا ولحنا وإلى آخره وكلمات وتوزيع طبعا طبعا طبعا. فمن الصعب أنك أنت اليوم تخلي هاي البصمة موجودة ما بين أذان هاي الناس، يعني شيء بيكون بالفعل مسؤولية كتير كبيرة، وبدأ يعني الواحد يتحملها، تأخذ كتير جهد فعلا، مسؤولية على ظهرك لأنه أنت قررت ذلك، يعني مش بس كمان هي مش بس قرار حبيب قلبي فؤاد، هلأ هي أنت مجرد تحكي أنك شعور بالجينات، هذا شيء مني وفيه بدمي بيمشي. يا الله أنا بشعر ما بقدر يعني. عشقي نعرف قديش محبتك لوالدك، رغم أنه يعني انتقل من هاي الدنيا يمكن مبكرا وأنت كنت شاب يافع. قديش كان عمرك في ذاك الوقت؟ فيك تقول مراهق كمان، مش مراهق بال 14 سنة. 14 سنة، ما عشت فترة طويلة للأسف معاه، ولكن شربت منه كتير على ما يبدو. طبعا عشق كان، حتى أنا بحكي لك سالفي، أنا دائما بحكي على تلفزيونات أو على إذاعات أو أي شيء، كنت دائما أنام معه على نفس السرير بجنبه حتى ضمه هيك أنام، وبدي أسمع أنا أغاني، هو دائما يقول لي بدي أنا أسمع راديو يا أخي، بدي أسمع أخبار، هل عني نام يتركني أنام بعدين. تمام هيك يصير. طيب عندك سؤال؟ أنا حابب نسمع أبداً. أنا حابب نسمع، وقبل ما نسمع بدنا بصراحة نحيي كل أهلنا بالسويدة، وشكرا للمقدمة الجميلة، فعلا بندق على كل بواب اليوم بيوت السويداء، تحية خاصة لكل أهلنا الدروز في السويدة وفي الأردن وأينما كانوا. حبيب القلب. بدنا نسمع ونستغل الوقت، وكلياتنا بشوق نسمع شيء، بصير نقول لفهد بلان نبدأ؟ أكيد يلا. حبيب القلب الله يخليك، تطلع الله يسلمك. المايك عندك استاذ، احنا نقول البيت ريموال اول شيء واشرح لها. يلا تفضل. ميل يا غصن الوفا والحب ميل، قصد عينك على مسافة ألف ميل، ألف ميل ميل يا غصن الوفا والحب ميل، قصد عينك على مسافة ألف ميل، يا
الغير اللي تكحلت من دون ميل الليل، تكحلت من ميل هجري بالعناية. واشرح لها عن حالتي، واشرح لها عن حالتي، روحي علي للأجل حياها، روحي يا نسيم الأرض سلم لعلي بحبها، روحي يا نسيم أمام شخصية محترفة بامتياز بالغناء، ما شاء الله إيهاب، ما شاء الله على أشكرك هذا كلام كثير كبير، وأنا والله هيك بفتخر بهاي الشهادة الجميلة، شكرا لك. أهلا فيك. اللي بدي أسألك إياه وأنا هلأ عم بطلع عليك، عم بقول أنت عمرك كان 14 عام، صحيح الواحد لما توفى والدك الأستاذ فهد بلان، صحيح الإنسان بيكون يمكن واصل لمرحلة من النضج إلى حد ما، أنه هو بتذكر بعض المشاهد اللي بتصير أمامه بحياته، ولكن أنا اللي شايفته أمامي هذا بثبت 100% بأنه قديش الجينات في الهدور بموضوع هذه الموهبة اللي أنت فعلاً يعني اكتسبتها تشربتها من والدك، ولكن بعمر الـ 14 سنة كنت مقرر لما كنت تشوف والدك يغني ممكن تروح معاه أحياناً على حفلاته، كنت تقول أنا بدي أصير مثل والدي لما يكبر، ولا بس كبرت ونضجت ووعيت قلت بدي أحمل هذه؟ شوفي رح أقول لك شيء،
أنا صراحة هذا كل إنسان بالحياة يمكن في عنده قامة معينة أو شخص معين بيشعر فيه إنه هو حلمه يكون كهذا الإنسان. أنا كان عشق والدي فعلا حتى بعمر الأربعتاشر سنة. أنا كنت أعشق بطريقة يعني خارجي عن الخيال. حتى يمكن لما يسافر أنا يمكن أمسك المخدة وأشم ريحته وأقعد أبكي عليها. يا الله أوف. ما في كتير كتير يعني رحمة الله عليه. شكرا. وزي ما علمونا أجداد الأجداد وآبائنا أنه اللي خلف ما مات عمالنا بنشوف هذا المثال أمامنا. لمن لا يعرف أنه شارة مسلسل الخربة هي بصوتك. إحنا في شاشة رؤية سبق عرضنا مسلسل الخربة. منذكر الناس اليوم نتكلم على القامة الكبيرة دريد لحام، نتكلم على قامة كبيرة أيضا رشيد عساف، ولكن في قصة وراء وراء تسجيلك الأغنية. أنا صراحة يعني بحكيها إنه ما أعطيت الأغنية حقها. أوف. تمام، لأنه الشباب اختصروها وأخذوها مني بروفا. صدفة يعني؟ أنا لا، مو مش صدفة، أنا رحت على الاستوديو أوكي وحضرت وكذا وسمعتها، لكن أنا كان مفروض إنه أنا يعني أرجع أخذ سي دي وأرجع أكررها براسي وبعدين أرجع أسجل. الشباب اكتفوا بالتسجيل المبدئي، وكانت حتى يعني الطبقات الموسيقية مسجلة قبل ما أنا أروح. بلكي حبوا يعني هاي الفطرة كان الموضوع أو الأسلوب يعني الطبيعي. يعني حتى طبقة الصوت أنا كنت ملزم فيها، كنت ملزم بكل إشي صار فيها. تمام. بس نجحت الحمد لله. نجحت كثير كمان مش شوي يعني. الأغنية كان في إلها دور أيضا بنجاح يعني كل العمل. إنسان كل إنسان يبحث عن العيوب اللي داخله هو بحب إنه يعدلها. نعم. مفهوم. طيب يعني هذا معناه إنه إحنا بنقدر نسمع منها دندنة بسيطة. ممكن ندندن. ممكن أوكي. لو شغل صغيرة بدقيقة هيك. سكت بس لو سمحت. لكتب ورق وارسل لك يلي مفارق خلك. لكتب ورق وارسل لك يلي مفارق خلك. بديرتك بعد وجفا، بديرتك بعد وجفا، بديرتي أحسن لك، بديرتي أحسن لك. لك بورك وارسلك يلي مفارق خلك. بديرتك بعد وجفا، بديرتك بعد وجفا، بديرتي أحسن لك، بديرتي أحسن لك. بديرتي ترتاحي يا ابو العيون ملاحي، بديرتي ترتاحي يا ابو العيون ملاحي. عقلي شراد وراحي، عقلي شراد وراح، منشوف دي امسلك، منشوف دي امسلك. الصوت إيهاب. شكراً. عرفنا أنه أنت من مدة قريبة جداً لم تعد تقيم بشكل كامل في السويدة، واليوم اخترت بشكل دائم دولة الإمارات العربية المتحدة، أو عبارة عن سفر لأجل أنا قلبياً مشاريع. أنا قلبياً مختار عمان. طب هذا من حظنا. هذا من حظنا. هذا من حظنا. أنت موجود هناك لأعمال جديدة، لمشاريع، لتبدأ فصل جديد لربما، أو زيارة فقط؟ لا، في أعمال حتكون.
هي انا طلعت بدون سابق انذار، يعني ما كان في لا مواعيد ولا اي شيء خاص. طلعت لكن انه صراحه سوريا صارت بجو صعب فنيا. من الناحيه الفنيه صعب. نعم اكيد. فهلا ان شاء الله انه هيك يعني. شو عم بتحضر هلا للمستقبل؟ بالنهايه احنا عرب وبنبحث عن فرص. نعم اوكي تمام. بس شو عم بتحضر ايهاب هلا للمستقبل؟ يعني حفلات، شو في عندك على الاجنده الان؟ هلا انا يوم الاحد هون بوترز الرياب اتوقع. رح غني بالفحيص. تحيه لاهل الفحيص طبعا واللي دعونا الاحباب والاخوان. فادي حبيبي طبعا احنا عندنا بالكواليس الفنان فادي داوود، بنصبح عليك. اهلا وسهلا صحينك بكير اليوم، انت صديق برنامجنا ودائما نقول لك اهلا وسهلا في اي مناسبه. شرفت. اهلا وسهلا فيك. طيب شوف، لما نسمع هالصوت الحلو يعني اكيد الناس يمكن بتقولنا خلص ميسو فؤاد لو سمحتوا خلينا نسمع الاصوات اللي فعلا جميله بتكون بالبرنامج، دائما هاي الملاحظات بنسمعها. خلينا نسمع منك كمان شغله من بعد اذنك. عيوني شو محضرين لنا؟ طبعا في شيء كثير. اوكي بس موال كمان. وتنصفين ان كان في عندك عدالي لأجلك صارت العالم عدالي، صفي وإن كان في عندك عدالي ولأجلك صارت العالم عدالي. وعن أكيد الأمل يبست عداني بجفاكي، واللي بجفاكي والله ما بقي غير الحطب. ياي يا ليل يا ليل يا ليل، وانا لرتشب حدك يا المطار رتبة طيارة هغية، لرتشب حدك يا المطار بالطيارة هبهي. بنشوف الضيعة من البنور، شاور لك يا قلبني شاور لك يا قلبني، لارتب حدك يا المطار ركب الطيارة هبهي. وانا شوف الضيعة من البنور، شاور لك يا قلبني شاور لك اهل بني. سرح بالغنمة لطروع اللي علي فوق ترمح من حد الغيمة، واشوف فليح يرعى النوم وضحة سرح بالغنمة. لرجع بحقك يا المطار رتبة طيارة هبي، وانا شوف الضيعة بالبنور شاور لك يا لبني، وانا شاور اردني يا رب. لرومانه فزعان من هبوبك يا هالريح، عيوني واضحه جو بلان فوق بساط الريح، طاير وماني فزعان من هبوبك يا هالريح، عيوني فضحة شوف حمدان راتب فوق بساط الريح. لارتب حدك يا المطار رتب الطيارة، شوف الضيعة من
يعني اللي بدي أحكيه ما ضل إلا أني أشكرك لحضورك، أشكرك لهاللمحة الحورانية الأصل اللي قدمتها. وأنا بدوري والله بتشكرك وبتشكر تلفزيون رؤية طبعاً على هاي الدعوة الجميلة واليعني اللي كتير هيك أعطتني طاقة وفرح وهيك، وأنه يعني خاصة أنه يعني بحاكي جمهور الأردن. أنا مش بس بدي أجاملك، بدي أقول لك أنه اللي عملناه اليوم ما كان بس نسمع موسيقى ونسمع غنى في وقت صباحي. اليوم لما قلت لك إنه هاي الروح الحورانية الأصيلة اليوم يعني ما بعرف هيك مشيت في دمنا، لأنه إحنا امتداد لكم وإنتوا امتداد لكم أكيد. فبالتالي هذه الحدود اليوم يعني رفعناها بأدائك، بجينات والدك، بهالتراث الحوراني اللي والدك فعلاً ترك بصمة، ويبدو على مدار كل سنين هاي البصمة ستبقى في المنطقة لأنها بصمة أصيلة. أشكرك اللي بنتمناه ميسو أنا الله يخليك، إلك مزيد من التوفيق والنجاح، وإن شاء الله فصل من حياتك جديد. حياكم يعني الله. ونتمنى إنك تستمر نعم في تاريخ والدك وبأسلوب جديد لملا. أهلا وسهلا فيك في حلوة الدنيا. شكرا كثير، شكرا كثير. طبعا أنا كثير تشرفت وسعيد جدا بهذا اللقاء. شكرا ميس، شكرا فؤاد، شكرا لكل الشباب اللي هن يعني بهذا البرنامج عم يشتغلوا. وتحية كتير كبيرة كمان من القلب برجع بقولها لشعبنا هون الأردن، للملك، لكمان بحي السويدة أهلي. تحياتنا للجميع. أنا بس بدي أحكي شغلة واحدة، ضل عندنا ثواني. أنا فعلا بطلب الآن من منظمي الحفلات ومتعهدي الحفلات، إذا بدنا نحكي بس على مستوى الأردن، أن يتم التواصل مع الأستاذ إيهاب فهد بلان لحتى نعمل حفلة فعلا جماهيرية، لأنك تستحق أن تقف على خشبة مسرح ويكون لك جمهور كبير جدا بالآلاف ويستمتع بها. إن شاء الله بنشوفها في الجرس أو بالفيس، يعني نتمنى ذلك. الله يخليكم، إن شاء الله. شكرا، شكرا لك. شكرا.